مجرد سؤال دردشة عفوية. يبدو أننا سنتجد الحلاق جميعا. يا إن شاء الله قصف أنتم أسئلتكم مالي. أنا صانع عمودية، أنا صانع فيسبوك. تكشف جوانب خاصة وأخرى عامة في شخصية نخبة من الأسماء اللامعة في دنيا الإعلام والثقافة والإبداع في الشأن العام وفضاء السوشيال ميديا. مجرد سؤال يطرحه تواتر يوميا في رمضان الساعة 8:30 مساء على الموقع وعبر صفحات تواتر في منصات التواصل الاجتماعي.